عسلامة. عسلامة مدى. أنسك بالبنوتة. الله يحفظك يعيشك. بيقولنا شكون أنت فين كنت؟ أنا اسمي فتحي عطية، كنت مرافق بنتي عند الطبيب، هزيتها باش تعمل عيادة اليوم. عندها نظر خاطر تقرأ واحد مقلقها شوية، حبيت أن هاي. موضوع اليوم هو تربية الصغار، سواء بنية ولا وليد، اليوم صعبة برشا تربية صغار في الشارع. شيء طبيعي، شيء طبيعي، صعبة برشا برشا. كيفاش تعمل مع بنتك أنت مثلا؟ والله احنا أنا وأمها مرافقة لصيقة لهم، يعني سواء في الكوليج، الشارع، الدار، يعني مرافقة لصيقة. يعني كل شيء، كل التحركات كلها محسوبة عليه. مو لازمش تكون كمامة ملاصقة مرافقة لصيقة وكل شيء محسوب، لازمك تصاحبها أكثر منك، تحكي لك، تعلمها تحكي لك كل شيء. شيء طبيعي هذاك، شيء طبيعي، ولدك ولا بنتك بون يلزمك تاخذه وتقربه ليك وباش يحكي لك، باش يقرب معناها حتى باش تعرف عليه الكبيرة والصغيرة. خاطر إذا كان أنت باش تضيق عليه الخناق برشا باش يولي يلتجأ للحوايج أخرى، ما عادش يحكي لك، ما عادش معناه يولي ينكمش ويولي يلتجأ لحوايج أخرى، هي شيء طبيعي. اليوم أما أصعب أنك عندك بنية كهولة ولا عندك ولاد؟ عندي وليد. عندي زوز بنات وعندي وليد. شو أما أصعب، تربية البنية ولا الوليد؟ الوليد أكثر. الوليد أكثر. الوليد بطبعه هو وليد واحد ويحب حريته أكثر ويحب يفرض وجوده أكثر ويحب الخلطة والليسي، يعني مش كما البنية. البنية ديما أقل عقل ديما وتخاف، يعني مش كما الأنثى، مش كما ذكر، يعني تربية الذكر ديما أصعب، وحتى في طلباته الولد أكثر طلبات من البنية. اليوم في الشارع اليوم نخافوا منه برشا، شنو انت كوالي شنو لازمك تعمل باش على الاقل تحمي صغارك؟ والله انا كما قلت لك اختي الغاليه، مرافقه، مرافقه وتوعيه، هي توعيه ومرافقه في ان واحد، يلزمك توصل وتهز وتجيب وعينك عليه، وما يلزمك ما تغفلش سوى على البنيه ولا على الوليد. زاد لان بصراحه يعني صعبه برشا، صعبه برشا، يعني مش كيف نحن كما عشنا، احنا كما يعيشوا هما توا، الوقت تبدل، الحياة اصلا تبدلت، صعبة برشا، صعبة برشا برشا. شنو مثلا طلبات تطلبهم بنوتك؟ والله يعني طلبات بسيطة بنتي، يعني يعني حاجات عادية، يعني متاع لبستها، مصروفها، قرايتها، يعني حوايج يعني هذيك، يعني ما ثماش حاجة زايدة، ولا هي تعرف كل شيء، ويعني تعيش في العائلة وتعرف ظروفها، ظروف أمها، تعرف ظروف عائلتها، تمشي على حسب المستوى. شيء طبيعي، احنا ربينا أولادنا على القناعة، كما تربينا احنا ربينا بياتنا على القناعة، احنا ربينا أولادنا هكاك، وإن شاء الله يواصلوا هكاك. زوز يقراوا فرد بلاصة ولا كيف؟ زوز يقراوا فرد كوليج، واحد يقرا نوفيام وهي تقرا ستيام السنة، وعندها أختها الصغيرة دخلت تقرا سنة ابتدائي. مصروف برشا. شارج بطبيعة، شارج بطبيعة. وتتعاونوا أنت والمرأة؟ والله شوي شوي، شوي شوي، شوي شوي. في قريتهم كيفاش؟ قاعدين يستوعبوا ولا؟ والله الحمد لله، الحمد لله، ورغم ذاك زاد يقراوا اتيديت. تقري في المكتب، تقرا في الكوليج، وتزيد تخرج تقرا البر، يقراوا البر زاد، يقراوا يتيد معناها البر. اليوم الولي ما يستغناش على يتيد، مش ما يستغناش، مش قضيه انك ما تستغناش، قضيه انها تفرضت عليك الحوايج هذيك. يعني انت ولدك يقرا في الكوليج، ما يلزم يمشي يقرا عند الاستاذ هذاك باش يقرا عنده، ما كانش ما يعطيش نوت حتى كان يبدا هو مجتهد. مثلا بنتك هذا الكل بنفس الواحد، لكن ثم حالات. بنتك ابار القرايه شنو الغرام نتاعها؟ فماش سبور، فماش مطالعه، فماش تحب مطالعه والرسم ديما، هوايتها رسم. هي هوايتها رسم. هي وخوها الزوز فرد هوايه، يعني مخصصين وقت للرسم هكايا باش يضيعوا الوقت، باش انا عملت خير، انت عملت خير، هذه عندك، هذه عندي، انا عملتها خير، هكايا يعني منافسه ما بيناتهم،
هكا اللي يضيعوا بها الوقت وتساعدني انا باش على الشارع وعلى برشا حوايج. حتى الرياضه اليوم مهمه للصغير، انه كي تدخلهم الرياضه يختاروا الاختصاص اللي يحبوه راهو يعاونهم برشا في حياتهم. شيء طبيعي، لكن هما ميولهم اكثر الحوايج الثقافيه وفكريه هكا، هما يحبوا هكا، هذا هي ميولهم هم. رغم اللي ولدي انا دخلته ويترينا ودخل عدى بيريود في التايكواندو، وبعد ما قال لي ليه بابا يميل عنده ميول خاص لل. شكون تبعه؟ نعم تبع ابوهم ولا امهم؟ لا والله لا انا لا ام، هما هكاك غرام وحدهم مراهنين على مراهنين لهم على القرايه نتاعهم باش يوصلوا. شيء طبيعي، انا الواش تعبان وامهم وكل الواش تعبين، احنا على خاطرهم هما باش نوصلهم هم. احنا شنو غايتنا في الدنيا دي انهم هما ينجحوا. انا عندي حاجه بوان معينه نشوف ولادي نهار اخر في مركز باهي، نحب نشوف بنتي في بلاصه باهي، نحب نشوف ولدي في بلاصه باهي. علاش تعب انا؟ يعتعب عليهم هم باش يقراهم. اليوم القرايه وحدها ما عادش توصل، لازم انت تخمم زاده كانوا يقراوا ويكملوا قرايتهم مهمه على الاخر، اما في نفس الوقت لازم تعلم صغيرك انه يخلق مصروفه وحده، انه يعمل، انه نهار اخر ما يستحق حتى حد، خاطر القرايه وحدها ينجم يكمل قرايته وما يشدش خدمه. والله في وقتنا هذا صعيب شويه، في وقتنا هذا صعيب شويه، هو من اللي حل عينيه يقول لك اعطيني مصروف. وصغار تتبع بعضها، يعني ما هي ما تحبسش غادي الحكاية، تتبعوا في بعضهم، صغار تتبع بعضها يعني أنا أعطيني كي يبعدوا لي على الحوايج الخارج النطاق، الباقي نتحمله وين الغالب. معادلتهم شنو؟ والله الحمد لله، الحمد لله معادلة هذه 14.76، أخوها محسوب 14، يعني بهي معادلة، معادلتهم بهي. كلمة شنو تنصح الأولياء اليوم في التعامل مع صغار؟ والله قرب صغيرك ليك، هذا أنا اللي ننصح به الولي، أنه يقرب صغيره ليه ويأخذه ليه صاحب، وإلا بنته يأخذها ليه صاحبة باش تحكي له، باش إذا كان خرج على النطاق العائلي وخرج وخذ ثنية أخرى راك ما عادش نجم تخلط عليه، راك ما عاد شيء طبيعي أختي، راك ما عادش نجم تخلط عليه وما تلقالوش الوقت. وإذا كبر ومشى في ثنية أخرى راك ما عادش تنجم تحاوزه، لازمك تاخذ ولدك من الصغرى ولا بنتك تقربوا ليك من اللي هو صغير، باش يبقى ديما أكل الاحترام ما بين الولي وولده. هذا عايشك.